عباس فارس أتقن أدوار الشر وعرف بصوت الأجش، شارك في أفلام أجنبية حققت له شهرة عالمية، تزوج من شقيقتين بريطانيتين. إليكم في هذه الحلقة أبرز المعلومات عن عباس فارس. عباس فارس واحد من مؤسسي فن التمثيل في مصر، ولد في حي المغربلين عام 1902، ونشأت معه موهبة التمثيل وحب الفن، خاصة وإنه كان بيقوم برحلات لدار الأوبرا المصرية، وهناك شاهد النجوم وأعجب بالأداء التمثيلي وتقمص الشخصيات المختلفة. بدأ عباس مشواره الفني مع فرق الهواة، ثم انضم لفرقة جورج أبيض وحقق وقتها شهرة كبيرة، وبعد فترة انتقل لفرقة نجيب الريحاني. عاصر عباس بدايات السينما، وكانت بدايته في فيلم بنت النيل، وشارك خلال مشواره الفني أكثر من 150 عمل فني للسينما والمسرح والتلفزيون، وعرف خلال هذه المشاركات بأدوار الشر، حيث تميز بصوت قوي وأجش جعله يتقن هذه الأدوار. شهرة عباس جعلته يشارك في بعض الأفلام العالمية، فظهر في الفيلم الأمريكي الشهير إيجيبت باي 3 وقدمه في دور الشيخ. تزوج عباس فارس من امرأة بريطانية وجاءت معه لمصر وأنجب منها ابنه جمال، وبعد فترة توفيت، فتزوج شقيقتها وأنجب منها إسلام، وربت وقتها ابن شقيقتها مع ابنها. عاش عباس فارس الخمس سنوات الأخيرة بعيداً عن الحياة الفنية، وخصص هذه الفترة في حياته للدعوة لله، فكان بيذهب للمقاهي والنوادي وبيتحدث للناس عن الدين الإسلامي. ورغم شهرته الفنية لكنه توفي وحيداً في منزله بالعباسية. جمال نجل عباس فارس دخل عالم الفن وقدم عدد من الأعمال الفنية، لكنه ما حقق نفس الشهرة اللي بتمتع فيها والده، حيث شارك في 7 أفلام فقط، أشهرها ملكة الغجر والشرف غالي وليلة غرام، وقرر بعدها اعتزال الفن مبكراً. ارتبط جمال بعلاقة عاطفية مع باريارا طليقة الفنان رشدي أباظة، وبعد فترة قرر الزواج منها وسافر معها لبريطانيا، وقرروا الاستقرار معا هناك وأسسوا معا شركة إعلانات.